أكبر تحدي عقر كم زارعين هو حوار الطقس. تحصل عليك يعني ما الشباب انتكاسة. كيف الانتكاسة هذا؟ محصولك على وشك وانت أخرتها في المتلم شوي يضرب. قصة حصلت لي ذات مرة ترمى البطاط وقبل الزهرة جاء البرد وتأثر. في نفس الوقت مرة أخرى طلبنا الطماط وكنا نتوقع أن البرد سيتأخر، فجاء مبكرا في شهر 10 فما بدأ المحصول إلا وجاء البرد. وكل ما بذلته من جهد ومن غرامة انتهى. أهلي كلهم صيادين. عن البحر بيت حقنا ما حد موظف فيها نهائياً. كلهم صيادين. زمان زمان يعني رحنا الغبة بحر قلح مع قشوار برا البحر. روحنا اصطادنا وطلبنا الله من دراب حسان الا وانقلب البحر. اوكي 41438 كان لمنظمة الأغذية والزراعة دور في دعم الأرصاد القوية من خلال توفير 8 محطات أوتوماتيكية حديثة. بالنسبة للدور الذي لعبته منظمة الفاو إعطاء هذه المحطة الرصدية الآنية لمساعدتنا على الرصد وعلى التوقعات المستقبلية. فائدة العمدة المبكرة تعتبر كبيرة جدا وتشجيع المزارعين بشكل كبير ومهمة للمزارع جدا جدا. الحمد لله يعني في اصحاب طقس يعطونك رسائل على الجوالات يعطونك تتحدى توقف نص صياد. نشكر المنظمة على دعمها للصيادين، يعني الحمد لله احفظنا احنا العيال.